خلال اليومين هذه شيخ خالد يعني ازدحمت ادوات التواصل الاجتماعي برساله يعني سببت اشكاليه للناس ما يتعلق بصيام الايام البيض، هل هو على تقويم من القرى ام على الرؤيه؟ يعني وصلت رسائل كثيره، في ناس يعني صاموا اليوم، في ناس ما صاموا، ان كان من توجيه يا شيخنا بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. نسأل الله تعالى أن يجعله لقاء نافعا مباركا. اللهم آمين يا رب. أما بعد، فالحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما ذكرت من اختلاف الناس فيما يتعلق بصيام الأيام البيض، أولا الأيام البيض هي من الأيام التي أجمع العلماء على استحباب صيامها، فقد جاء الحث عليها في حديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حكى الإجماع على استحباب الصيام النووي وغيره من أهل العلم، وهي الثالث عشر والرابع وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. وما يتعلق باحتساب هذه الأيام في الأشهر متى يكون؟ إذا كان الإنسان يتمكن من الرؤية ويرى الهلال فبالتأكيد أنه يعمل بما رأى، إذا كان عارفا بصيرا فرأى الهلال فإنه يعمل بما رأى، لأنه يبني على أصل وهو اعتماد الرؤية. أما إذا كان كحال جماهير الناس في الدنيا لا سبيل لهم إلى معرفة متى دخل الشهر ومتى لم يدخل، وأيضا ليس من عادة الجهات التي ترصد الأهل أن تخبر برؤية الهلال في كل شهر، إنما في الأشهر التي لها خصوصية كرمضان وأيضا الحج، ففي هذه الحال الاعتماد على ما في التقويم هو الأسلم وهو الأقرب إلى السلامة من الاضطراب والاختلاف، وذلك أن التقاويم مبنية على الحساب، والعمل بالحساب في حال عدم تمكن الإنسان من الرؤية هو أقرب وأحرى من أن يعتمد غيره مما تدخله الشكوك. وبالتالي الذي صام على وفق ما فيه التقويم من الأيام فهذا صام الأيام البيض، ومن قال أنا سمعته أو بلغني أو أخر صيام يوم، الأمر في هذا قريب وسهل. لكن من حيث القاعدة العامة يعني اعتماد ما في التقويم هو الأسلم للناس وأقرب لقطع النزاع. ومن حيث النظر الفقهي، إذا كان الهلال إذا كان الشهر في التقويم 29 يوما فإن الأصل إتمام الشهر، وبالتالي يتأخر ذلك يوما، لكن هذا الأصل يخرج عنه لجريان العمل بالحساب، وأنه أقرب للواقع من الأصل الذي يمكن الخروج عنه بواحد من طريقين، إما التحقق وإما غلبة الظن. جميل. وثمة هنا غلبة الظن وهي هذه التقويم المبنية على الحساب. خلاصة الجواب أنه يعتمد في ما يتعلق بالأهلة في الشهور فيما عدا رمضان والحج التي يخبر فيها بالشهر، يعتمد فيها ما في التقويم. أحسن الله إليكم شيخنا.